ترد وتجاوب. عايز برضو اسال حاجه مهمه، يعني ايه الاداء؟ او يعني ايه كل شويه نقول، كلنا بنقول كده حتى انا، بس انا بقعد افكر في الموضوع، يعني ايه ثلاث نقاط او ثلاث نقاط هو ده المهم؟ طيب القلق اللي عند الناس كلها، يعني حتى من المباراه السابقه والناس كلها قلقانه، النهارده الناس ما زالت قلقانه، وانا مش بقول كده، انا ما اعرفش القلق زاد، ما اعرفش لسه ردود الافعال ولا ايه اللي هيحصل ولا اي حاجه، ولكن كلامنا مع بعض واحنا قاعدين، كلام الناس اللي حوالينا واحنا قاعدين، واحنا جايين في الطريق من المكان اللي بنقعد فيه لغايه هنا، الناس كلها عماله تقول لك يعني يا جماعه ده احنا حاسين ايه اللي بيحصل ده. طبعا دي فرحه جمهور النادي الاهلي بهدف مصر الاول في النادي الاهلي في مدينه نصر. كابتن شريف، فانا برضو وبعدين يعني هنفضل نقول ثلاث نقاط، هم ثلاث نقاط، هم ثلاث نقاط، طيب وبعدين؟ بص، ده حسب امكانيات الفنيه اللي موجوده عندك كابتن سلام في الملعب. كل اللي احنا اتفرجنا عليه في المباراه الاولى تمنينا ان تكمله لل 18 دقيقه الاولى اللي كانت في المباراه الاولى ان يكون هذا الشكل بالضغط على فريق كونغو. حتى فرجتنا على كونغو واوغندا، شفنا اوغندا قد ايه تفوقت على الكونغو. انت ما عملتش حتى نص اللي عملته اوغندا في الكونغو وكسبتها 2-0 زي ما اوغندا كسبت الكونغو 2-0. انت ما عندكش، لازم نعترف، لغه التعامل نص ملعبك والضغط على المنافس والوقوف في الملعب، وقوف ملوش اي نتيجه غير انك انت بتلعب على الكونتر اتاك دلوقتي. يعني انت بقيت ترجع لطريقه مستر كوبر لما كان بيلعب، بقينا بندافع من تحت كلنا. برافو عليك، انا حسينا ان انا بتفرج على كوبر مش على اجيري بقى، يعني ان اجيري كان بيتميز بالهجوم، يعني بيتميز بالزياده العدديه جوه منطقه الجزاء. احنا حتى لما بنتفوق وبنروح على اي منطقه فيها اطراف او اي حاجه، النهارده المحمدي يحسب ليه جامد جدا ان هو اشتغل النهارده على انطلاقات وجازف، وخلى حجازي اجيري يطلع على اليمين يغطيها في الحته اللي انت كنت بتتكلم فيها كابتن ابراهيم لو او كابتن اسلام. قلنا احنا دايما كنا عندنا مش متغطيين في الانطلاقات بتاعه الاطراف، النهارده هو غطاها بحجازي وخلى، واحنا كنا انا وانت بنتكلم، وخلى طارق حامد بينزل مكان حجازي عشان ما يحصلش مقلق منه قبل الماتش تفتكر. بس انت عندك عبد الله السعيد اوت بوزيشن، مش التحركات بس واستلام الكوره. ابتدينا الماتش بحاجه غريبه جدا، ميس باست من حتى محمد صلاح، كلنا محمد صلاح ما عملش باصه سليمه من اول مباراه لغايه الدقيقه 20 مثلا. كل اللي حصل في المباراه في اول هاف تايم ان احنا كنا بنحاول كلنا ان احنا نروح على المرمى بانفرادات واختراقات. حصلت مع تريزيجيه بالرؤيه الوحيده اللي هو خد فيها احسن لاعب في المباراه، ان هو نزل من تحت حتى بانطلاقات، انا مش هقول بقى جري، بانطلاقات كوبر من تحت لفوق. الثلاثة اللي عندي الديفندر، لا اجيري مش كوبر، ما انا بقولك ده بقى، انا النهارده بقى حاسس ان انا كوبر. لا انا حاسس ان كوبر هو اللي واقف بره، واللعيبه دي لعيبه كوبر من البطوله اللي فاتت، الماتش ده من البطوله اللي فاتت مش من النسخه دي. احنا اول مباراه كنا احسن من كده كتير قوي كمان. لا احنا كان عندنا لغه وانطلاقات وبروح على جون اربع خمس مرات واحنا المهددين. النهارده ما رحناش، احنا المتلقي دلوقتي، احنا كنا النهارده المتلقي. انا قاعد بشوف ان احنا كونتر اتاك لاي كره بتلعب، رد فعل لكل كره. اللعيبه التانيين اقوى مننا بدنيا كتير قوي، زائد ان انت بتبقى قاعد في الملعب محتاج سبورت اللعيبه مع بعض. لا انني بيلعب في حته تانية خالص، غير انه بيشوف رد فعل اللعيبه بتتحرك ازاي، بخيل جدا في زيادته العدديه مع الفرقه على لغايه ال 18. ما يعني لازم يبقى يا بيتحرك على الاطراف يا بيتحرك دفاعيا بس، انما هو مش عايز يعمل ولا هجمه ولا سبورت، حتى لو قدامه 5-6 يارده مفتوحين ما بيدوش عليها ويروح، حتى كله بيعمل اللي يقدر عليه النهارده. انما انا بحيي الحقيقه حجازي ومحمود علاء وطارق حامد، خايلين ثلاثه النهارده خلونا رتم امتصاص الغضب بتاع فرقه الكونغو علينا، او امتصاص الغضب الجماهيري اللي هو قاعد مش فاهم حاجه. يعني انا فرقتي بتلعب النهارده، فين امكانيات؟ فينك يا محمد صلاح وانت بتجري للسبرنتات؟ اول كره ضيعها محمد صلاح بيضيعش الحاجات دي، يعني المفروض كان بياخدها على طول. انما في لاعب عنده شخصيه النهارده اللي هو تريزيجيه، في محمدي بيدي الامكانيات اللي عنده الحقيقه وعايز يعمل العرضيات، بس ما زلنا عندنا فوارق بعيده قوي من نص الملعب للفيرود لاين. فيرود بتاعنا احنا ما عندناش علاقه خالص، احنا علاقتنا هي الوحيده اللي بتريزيجيه اللي عمل نقل الحركه ورقص واحد واثنين وثلاثه، وهو الظاهر اللي فاهم في الفرقه كلها ان فرقه الكونغو دي تقدر تعدي من واحد وتقدر ترقصهم وتقدر تهزهم وتقدر تعمل ده معين، زي ما يكون هو متعود على اللعب ده في تركيا ونفذه النهارده في الملعب. يعني الراجل حط شخصيته في الملعب النهارده.
حتى البديل لما بيندلك قبل ما نتكلم على البديل ما عندوش برضو الحته اللي هو نادر وشايف الفرقه اللي قدامه دي بتعمل ايه او حاجه غريبه جدا. مروان انا لقيته حتى في الملعب ما بيعملش بلاننج لنفسه، يعني ما بيعملش خطه لنفسه، هيقرب على 18 هياخد واحده ويعدي ويروح شايطها بشماله اللي هي الامتيازات اللي هو بنعرفه بيها. في لعيبه بيسموه اوت اوف سيرفيس يعني خارج نطاق الخدمه، بيأدوا بس باص يدي الباص، ومعتمدين على انطلاقات صلاح. هنرجع تاني للنسخه السابقه من بطوله الامم الافريقيه تمام.